طب اخد راي عمر، يعني انت اتفرجت على يعني على الكاس العالم اللي فات يعني نفس كلام ياسر، انت شايف ان هو بالذات مباراه الدنمارك يعني احنا عملنا اللعيبه كانت مطلعه اقصى حاجه عندها، فاللي هو اللي حصل ده يعني حاجه بتاعت ربنا يعني، ما لناش نصيب ان احنا نكسب بالظبط. هم عملوا ماتش تاريخي الناس كلها اتكلمت عنه، كان الانجاز هيكمل ان احنا نوصل دور الثمانيه ولا الاربعه نفس الكلام. طب خليني اسالك برضو عن الاولمبياد اللي جايه، انا يمكن انت برضو خبره كبيره في بطولات العالم كناشئين، وهي بتفرقش كتير خلي بالك، هي نفس السيستم ونفس النظام. يعني انا دايما بحب اقع في مجموعه قويه. صح، ايوه انت تقع في مجموعه قويه خدت فيها مركز اول مركز تاني في المجموعه، هتسهلك طريقك الناحيه التانيه. بالظبط، فيعني احنا ده اللي حصل معانا في كاس العالم، احنا كان معانا فرنسا سويد مجر، كان مجموعه قويه جدا، فكان احسن لنا ان احنا نطلع اول مجموعه عشان ما نقابلهمش في الادوار التمهيديه. لا، وكمان سهل لنا طريقنا في دور ال 16 والثمانيه، فعلا ده اللي حصل. لعبنا سلوفينيا في ايسلندا، فكان فتح لكم السكه. المنتخبين ما كانوش قويين جدا. بعد كده كان سيمي فاينل البرتغال، بصراحه كان منتخب، ما البرتغال معانا في الاولمبياد. يعني هم البرتغال عامله منتخبات قويه جدا، مش غريبه دي، هم تقريبا. طب جيلكو كان في البرتغال صح؟ ما جيلكو كان في يعني البدايه بدات من هنا زي ما انا بقول، والشباب كان في البرتغال خد رابع برضه، يعني في الناشئين والشباب خدوا مراكز. هم ظهروا مره واحده شباب وناشئين خدوا مراكز، يعني 98 خدوا رابع، واحنا عندنا خدوا رابع برضه، بس عندهم يعني هي ظهرت طفره عندهم مره واحده، اهتموا بالاندول وعندهم لعيبه بصراحه لعيبه امكانياتها عاليه. خلي بالك الجوري السعودي هم جيران اسبانيا، يمكن ايه الجوري السعودي صح، خد اثنين مدربين على اثنين ثلاثه فنيين صح، طوروا لهم اللعبه. بس الغريبه يعني برضه خلي بالك ما ده يقلقك اكتر على المنتخب، يعني هو دلوقتي السويد والدنمارك والبرتغال، لازم تكسب اثنين من دول. هي انت لازم تكسب يعني، الفكره منتخب برضه بتاع يتطور برضه، انت منتخب مش عارف مكانه او حاجه يعني. ما هو انا زمايلي في الاعداد بيقولوا لي على الاقل واحد بس، هو برضه حتى لو كسبت ماتش هاخد ثالث برضه، سكتي صعبه هي. أيوة تاني تبقى يعني اول يا تاني، المجموعه الثانيه برضه قويه جدا. ما هو اربعه هيتاهلوا. تمام، بس الرابع هروح مقابل اول. شكرا. طب لو ثالث هتقابل برضه تاني. انما لما تاخد ثاني هتقابل ثالث، الدنيا هاديه شويه يعني، اول ثاني سكتك بتبقى اريح شويه. طبعا صعب ناخد اول، بس هو انا شايف ان هو لازم البرتغال نكسب، لازم. ايوه صح، في الاولمبياد تسهل الدنيا شويه. يعني وبالتالي دي مش صعبه، انتوا قابلتوهم وكسبتوهم يعني. كسبتوا اكيد، واكيد دول هم الاجيال اللي طلعت. صح، فالبرتغال ممكن نكسب، وممكن الاقي السويد الدنمارك، يعني لازم واحد من دول نكسبه في المجموعه.